شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفعنا الحضور بما تقولون. فضيلة الشيخ، قبل الأسئلة، هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم أركان الإسلام الخمسة وعنده دش، أبشرك أنه في هذا اليوم الجمعة بعد الصلاة قام بإخراج الدش من بيتنا بفضل الله، الحمد لله وحمدنا الله، وآمل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق. أسأل الله أن يثبتهما، أن يثبتهما، وأهنئ هذا الزوج الذي استمع إلى القول فاتبع أحسن، وأقول أسأل الله له الثبات وليبشر بخير، ولكني أقول له لا يبيع على أحد، لأنه إذا باع على أحد ماذا يصنع فيه الأحد؟ يستعمله في الشر، ولكن ليكسره، والله تعالى يخلف عليه، فإن كان فقيرا فليتصل بي، وإن كان غنيا فإنه لا يضر إذا كسره.